البقاع. استريح 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 استريح، يلا استريح استريح كلكم. السلام عليكم. السلام ورحمة. يا مرحبا. كيف الحال؟ يا مرحبا. عساكم طيبين. بخير بش. ما استغربتوا من المكان؟ ما سألتوا من الرعي وما سألتوا من المضبط؟ والله ما ندري. والله جينا شفنا المكان زين، وقلنا من الرعي احمد الملا صح؟ اه احمد الملا يجيب لكم دلالة تراث. والله ما ادري. عيض الله وجهنا. اتوقع انك مسكت بدال فقره الشباك بدال خوف القحطاني صح؟ طيب دقيقة. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الكرام من خلف الشاشات ومن أمام الشاشات، أحييكم أنا عبد العزيز الأسلمي. نعم. من عليك زود من قناة الواقع، حاب أدشن معكم فقرة شبة عز. نعم. واليوم عندنا أول متسابق راح يكون معنا لهذا اليوم، طبعا شباب نايمين اختصرتها على ثلاثة، فبيكون معنا المتسابق فيحان سبيعي. قبست ابا 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 قبست قبست يا رجل قبست. لو سمحت لو سمحت. وين تروحون؟ عبد العزيز بيجي هنا ولا بيجي هنا؟ اما تكون من محل شبتك تقومني منا. تفضل هناك تفضل هناك. ابوك قصيده. بسم الله الرحمن الرحيم. لا سكر الكتاب سكر الكتاب يا رأي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستعد الفقرة يا فحان؟ مستعد يا محمد. وش تتوقع الفقرة؟ وش تتوقع محتويات الفقرة؟ أسئلة خاصة. أسئلة خاصة؟ في تفاصيلك أنا. شي تضحك؟ أضحكك أنا؟ ذبة حلوة. ذب عليك أنا؟ تفاصيلك يعني ذبة؟ إسقاط على عمر الذال، إسقاط على الفقرة. لا أنت شخص لا لا إسقاط على الفقرة، يعني وش تسقط على المقدمين أخوياي؟ والله الأخ تسقط على أصدقائي بالعمل؟ ورعب. أخص في شغلة. يا ولد أنا فقرتي هنا. احترمني لو سمحت. يا أعداد. خصموا على فيحان السبيعي 16 مليون. تكفى شمري تكفى شمر. خلاص لا تخصم. المهم وش تتوقع محتوى الفقرة؟ خلاص يعني بتعرض لي مقاطع ضحك ومقاطع. هل في شاشة هنا تشوف وجهي شاشة؟ شيك تضحك؟ أضحك معك أنا. استغفر الله يا ربي. لا إله إلا الله. تضحك على وش أنت؟ أخلص تتوقع وش هذا؟ السلام عليكم. كيف الحال؟ أربعة جاي.